السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا النهاردة جولة كده في سوق كفر ترمس يوم الثلاث. الجاكيت ده كان ب250 جنيه، والفساتين ده كان الفستان ب100، وده كل واحد بيبيع بسعر. ده كان عند الراجل ده بيبيع ب180، لكن قدام شوية بتلاقي ارخص، يعني ارخص من كده. وده جاكيت من الكوخ برضك ب250 جنيه، والمناديل دي بقى في ب10، في ب15، في ب7.5، وفي بالكيلو، الكيلو في ب30، وفي الكيلو ب25، مش كله. والمناديل المبللة في ب10، وفي ب15، وفي ب12، يعني وفي في مناديل ب6.5، يعني مش كله. في المناديل اللي هي بتاعت المطبخ ديت كانت ب10 جنيه، الكيس كان ب10 جنيه. والمناديل المطبخ الكبيرة، مناديل المطبخ الكبيرة دي كانت في بالكيلو، كان الكيلو ب25 جنيه، وكان في بالواحدة تقريبا مش عارفة ب15 حسب الحجم بتاعها. ب10. الفوط دي كانت ب10 جنيه، اللي هي الفوط دي، وكانت الفوط ديت في ب25، امال دي وفي اللي هي دي ب20، بكام؟ وفي ب15. بس خامتها حلوة، خامتها قطن حلو، قامتها لطيفة يعني تنشفي فيها حلو، والواناتها حلوة. و25 و25 و15 و20، يعني كل حاجة ولها سعرها. دي ترنجات مشحم، كانت ترنج ب55 جنيه، بس كانت خامته حلوة، وفي مقاسات منه كبيرة ومقاسات صغيرة. كان أي ترنج ب55 جنيه. الترنجات يعني تصفيات بقى عشان الشتوي، وفي الأطباق ديت، وفي الكوبايات، يعني جولة كاملة. الترنج ده كان دوت ترنج دوت المولتن ده كان ب25، كان ب55 جنيه، وفي منه كبير وفي منه صغير حسب المقاس، بس خامته تقيلة حلوة. وكان في منه المتبطن من جوه يعني، وفي منه اشكال كتير حسب يعني. دي حاجات بقى، حاجات رمضان، مفارش رمضان. كل سنه وانتم طيبين. كان المفرش كان بيبيع الواحد ب15، ولو هتاخد اتنين كان ب25 جنيه. في بقى اشكال كتير بقى، يعني الشكل اللي يعجبك وبتختاري. كان عنده تشكيله حلوه الراجل ده، عنده الرسومات الجديده، وعنده رسومات بوجو وطمطم، وحاجات تانية بقى، حاجات عليها الجامع، وحاجات عليها اللي هي المدفع، حاجات عليها الجامع. يعني بصراحة كان عنده تشكيلة حلوة بقى، وانت بتختاري اللي يعجبك. وكان مقاسها حلو، يعني كان مقاس المفرش حلو. كان هو الوحيد ده اللي بفرش بحاجات رمضان، يعني كان لسه فارش وكان معاه حاجات حلوة. دي بقى اطباق بلاستيك بقى، في ناس بقى، الناس بتبتدي تجيب حاجات كده لتجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. بلاستيكات تانية بتبقى حاجات ب10، حاجات ب7.5، حاجات ب15، وفي حاجات ب25 حسب ما بتختاري بقى. وفي علب التلاجة، وفي علب التوابل. كان عنده تشكيلة حلوة. دي مناطير بقى حسب حاجات داخلية. دي ستاير، يعني دي مفارش بتتحط على البيضات كده، بتتحط على الأدرين. دي قماش، ده برضك حدوات منزلية. يعني كنا بنتمشى كده في السوق، كان في حاجات تانية يعني كتير. دي بردك بلاستيكات، كانت في حاجات ب10، والكرسي كانت ب25، وفي البلاستيكات كانت ب15، يعني مش كله. الفساتين بقى، الفساتين ديت بصراحة خامتها حلو، خامتها تقيلة. كان الفستان ب160 جنيه. انت لو هتجيبيه من بره، احنا شفناه في الاول خالص كان في ناس بتبيعه ب180، بس بصراحه الراجل ده كان عنده تشكيله حلوه. الالوان كلها، الزهر بتاعها خطير، والاحمر والاسود والبيج والرمادي، كان عنده جميع الالوانات، يعني كان عنده الوانات كتير. وكان الفستان على بعضه كان ب160 جنيه، يعني شكله حلو، يعني شكله حلو في اللبس كده، لما تلبسيه وتحته على بوط كده بيبقى شكله حلو. يعني هو زي ما انتم شايفين كده شكله على الملكان نصين، يعني هو عامل زي الجيبه من بعيد، لكن هو فستان كات وبلوز عليه تحت. ده قماش بقى، ده ستاير، دي حفر. الحفر كان في حفر ب10 جنيه، هي حلوة تقريبا متر كده، بس شكلها حلو والوانها حلوة. وفي حاجات غالية، وفي حاجات حسب المقاس بتاعها، يعني كانت في حاجات ب10، وكانت حاجات ب20، وكانت ب25، مش كله، بس شكلها حلو. دي ملايات، الملايات، الملاية كان متر ب20 جنيه، زي ما انتوا اللون الأصفر ده كده حلو. كانت في حاجات حاجات بتاعت رمضان اللي هي الخيمات دي، كانت في حاجات ب15، حاجات ب20.
دي بقى كوتشيات، كانت الكوتشي في حاجات ب85 اللي احنا رايحين عليها ديت، حاجات ب85، حاجات ب75. الفوط بقى دي اسعارها حلوة قوي وخامتها حلوة، يعني هي شكلها حلو قوي والخامة بتاعتها تحفة. كانت في حاجات ب125 وفي حاجات ب250 وفي حاجات ب210، مش كله بس حسب المقاس وحسب ال كبيرة دي. الأطفال اللي فوق لا هبي هنا حاجات بلاستيكات بقى، اي الطبق كان ب10، حاجات ب20، كوبايات، لبس بقى، وقت كان في تخفيضات جامده، وجلاليب، الجلاليب المهير ديت كانت في حاجات ب95، حاجات ب80. دي مفارش، دي دفايات كانت ب85 جنيه. دي بقى الحاجات الخيامية، هي بتاعة رمضان، كانت في حاجات ب15 وحاجات ب20، بس خامتهم كانت حلوة. في كانت خامة عاملة زي البلاستر، وفي كانت خامة حلوة تقيلة كده قطن، بس كان شكلها حلو، يعني الخامة بتاعتها حلو، كانت ب20 جنيه. دي بقى دفايات برضه كانت بحاجات ب85، يعني في بقى ملايات حاجات ب18، حاجات ب20، حاجات ب35، حاجات ب30. دي برضك دفايات، يعني كان في حاجات كتير بقى، في تشكيلة حلوة بقى هناك في الدفايات والملايات، حاجات الانتريه القطيفة والشموع والسوارهات، كان في لبس كتير وفي دفايات، كان في حاجات حلوة كتير. الملايات كانت في الدفايات وقماش التنجيد والستاير، كان في حاجات بقى كتير، ملايات بقى اشكال والوان، كان فيها اسعار مختلفة. الدفايات وفي بطاطين، البطاطين والطابلوهات والحاجات ديت، كان في ملايات تحفة برضك هناك، ده ماشي التنجيد، دي ملايات، دي مفارش برضك بطاطين وحاجات زي كده، دي حاجات بالكيلو اللي هي حساسة والحاجات ديت، وال دي بردك مفارش، مفارش اهي زي ما انتم شايفين، يعني كان فيها حاجات، في حاجات حلوه كتير والله. السوق دوت كان مليان، ودي بلاستيكات كلها، عندك البلاستيكات بانواعها، ودي بردك سوسه، السوسه كانت ب5 جنيه، كانت في حاجات ب3 ب10، مش كله يعني، وكل حاجه ولها سعرها، يعني حسب السنت بتاعها، تقريبا في حاجات 70 سنت وفي حاجات اكتر من كده. دي قماش وقماش فساتين دوت، في بقى كوبايات وحاجات زي كده، دي حافظات، ده خضار، دي حاجات بقى بلاستيكات واطباق، ودي قماش، يعني الشارع ده كله مليان لاخره قماش. بصراحة كان في تشكيلة حلوة هناك، القماش حلوة قوي واسعاره حلوة، كان في حاجات المتر ب20 وحاجات ب25، في حاجات ب15. ده قماش جلد، جلد بتاعه تحفة، بس ده بالحتة، الحتة بتاعته كانت تعمل في حاجات ب40 وحاجات ب20، وفي حاجات المتر تقريبا كان ب55 تقريبا، بتاخدي اللي هي الجاكيت التقيلة اللي هي المتبطنة، بس كان خامتها تحفة. القماش الجلد ده حلو 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 قوي، قماشته التقيلة اللي هي الطبطنه بتاعتها اللي هي الدوبل الكبيره ديت، وهناك كان البني والاسود والطبطنه بتاعته كانت هناك. بس بصراحه الراجل ده كان عنده تشكيله حلوه من القماش الجلد اللي هي بتاعت الجواكت التقيله دي، البطانه بتاعته ده قطيفه، بس خامتها، الخامه بتاعتها حلوه، كان بالمتر، دي كان طوب على بعضه كان بالمتر، وفي حاجات بتبقى بالقطعه كده بيقدرها هو بمعرفته، يعني في حاجات بتبقى ب20، حاجات ب40، حاجات ب45، في الحته ممكن تطلع معاكي زي جاكيت قط كده، ممكن تيجي جاكيت قط من غير كمام لو انت بتفصلي وكده، يعني الحته دي كانت حلوه، البني بتاعها حلو،
تقريبا كانت قطعة 40 جنيه، كانت تيجي جاكيت قط، وده القماش اللي عنده، كان عنده قماش كتير. والالوانات بتاعهم بقى الاسود والبني، وكان في النبيتي كان عنده، والاسود بقى في كروهات اللي هي الكروهات الصغيره، وفي كروهات كبيره اللي هي المربعات ديت. يعني كان فيها اشكال، في كان فيها اشكال كتير عنده. يعني شايفين الحته البني دي كانت القماشه بتاعتها حلوه، يعني اللي هو الجلد اللي مش بقشر، جلد طبيعي، وخامتهم جميله. ده الجلد بتاعه، ده البني الفاتح والبني الغامق، وفي كان في الكروهات، يعني كان في تشكيله حلوه عنده، واسعاره حلوه لو انت بتفصلي. ده قماش بقى كانت حاجات، في حاجات كانت ب15، حاجات ب20، الكروهات دي تقريبا كانت ب15. وكان في قماش تاني كان في المتر ب10. كان في قماش حلوه قوي هناك، القماشه دي بتاعتها حلوه، في الكريب وفي الحاجات دي. بصراحه كانت في قماش كتير واسعاره حلوه، يعني في حاجات ب20، الكروهات دي تقريبا كانت مش عارفه ب20 ولا ب15، بس كانت حلوه. يعني لو في بقى الوانات، في حاجات بقى خفيفه، حاجات ب10، يعني مش كله حسب يعني. والقماش بقى الملايات زي ما انت عاوزه، 18 كان في ب18، وفي ب20، وفي ب25. لكن القماش دوت تحفه برضك. كان عندي الست دي تشكيله حلوه قوي، ودي البطانات بتاعت الجواكت، يعني كان عندها البطانه بتاعت الجواكت دي، كان المتر ب20 جنيه، المتر الفرم، متر الفرم ده كان ب20 جنيه، والمتر اللي هو والمتر الفايبر برضه كان ب20 جنيه. زي ما انتوا شايفين الطوبة اهو على بعضه، هي بتقطع منه اللي هي البطانات بتاعة الجواكت، كان المتر برضك ب20 جنيه. يعني كان السودة كان مليان حاجات كتير، في زي ما انتوا اللي هي المشجر، وفي السادة، وفي القماش اللي هي بتاعة المايوهات والحاجات ديت، ودي قماش جواكت. يعني كل ما تمشي كل ما تلاقي حاجات مختلفة، يعني في حاجات كتير. يعني الشارع ده من اوله لاخره كله قماش، كله قماش، يعني كله. والقماش بتاعه يعني حلو ومش غالي، يعني سعره على قد اللي زي ما بقول. دي دفايات، شايفين الدفاية؟ لا دي دفاية المتر كان ب55 جنيه. دي حلل وصواني، ملايات بقى، ملايات كتير، وديت حفظات. يعني بصراحة كل ما تمشي كده تلاقي حاجات مختلفة، بتلاقي حاجات كتير. هو سوق كبير، يعني مختلف شوية عن سوق التلات اللي هو في أم المصريين. ده برضك قماش، وفي حاجات القماش دوت زي ما انتوا شايفين الدفايات ديت، كان في حاجات ب185، الخامة بتاعتها حلوة، يعني تنفع زي المفرش بالظبط، والواناتها تحفة، اللي هي اللي من تحت زي القطيفة كده، والتانية مشعرة من ورا كده، بس خامتها حلوة، كانت ب185 جنيه. ده الظهر بتاعها، وده الوش، زي ما انتوا تاخدها تعملها، ممكن تعملها مفرش. وادي اللون بتاعها، شايفين اللون دوت، كان ب185. الخامة بتاعتها عاملة زي البطانية بالظبط، نص بطانية، يعتبر نص بطانية، وب185 جنيه. وغير الألوانات بتاعتها خطيرة، يعني الألوان بتاعتها حلوة أوي. زي ما انتوا شايفين. دي مشايات بقى، كانت في حاجات ب65، وحاجات ب45، اللي هي جبلان كده، وفي زي السجاد العادي من الظهر بتاعه، وحسب المقاس، يعني هي بتقدر لك حسب المقاس. في حاجات ب45 وحاجات ب65، مش كله، حسب المتر اللي قصادها. يعني في حاجات بتيجي متر، وحاجات مترين، متر ونص كده، زي ما انت بتختاري بقى. وفي ناس بتوفى، انت بتوفي زي ما انت عاوزه، كل اتنين لون بعض. مش كله يعني، بس كانت الخامة بتاعتهم حلوة. في اللي هو الظهر بتاعه كده، زي ما انتوا شايفين ده الظهر بتاعها اهوت، ده بتاعها حلو مش بيقشر، انما اللي ظهرها عامل زي الجلد من ورا كده، ده بيقشر، تخافي تجيبي منها. لكن ديت خامتها حلوة، ما تخافيش منها، يعني لو هتجيبي منها ما بتقشرش ولا اي حاجة. كان عندها تشكيلة حلوة. دي جلاليب.
البلوزات دي كانت ب120 جنيه، كان في حاجات ب120 وحاجات ب180 وحاجات ب150، يعني اللي هي البروفلات. عامه كله منزل تخفيضات عشان التخفيضات على اللبس الشتوي. النبيتي دي برده كانت ب120 جنيه، يعني البلوزه دي كانت اي حاجه كانت فيها، كانت حاجات ب120 وحاجات ب130. اللي شايفين زي البرولاد، البرول ده زي ما انتم شايفين كده الرمادي والمسطر ده والازرق، الازرق وده اللبني. وفي الوان تانية كتير بقى انت بتختاري. ده الجينز، ده الجينز ده كان ب75 جنيه. اهيت دي الالوانات بتاعته، الابيض في اللون، وده كان اي جاكيت كان ب75 جنيه، يعني اي جاكيت كان ب75. الشبشب البلاستيك دي كانت ب25 جنيه، بس كان شكلها حلو، خفيفة في اللبس كده وحلوة. كان في منها بقى الوان كتير واشكال كتير، كانت اي حاجة ب25 جنيه، كانت في حاجات ب35، بس حلوة رسماتها حلوة. ادي زي ما انتم شايفين كانت ده ب20 جنيه، الحاجات دي كانت ب20 جنيه، وكانت في حاجات بخ. دي فساتين اهي، دي برضك فساتين، ودي بلوزات حلوه بلوزات، كله كان عامل خصومات على الشتوي، على البلوزات الشتوي. البلوزات دي كانت ب170 جنيه، وكان اصلا يعني رسوماتها الشكل بتاعها كان في البني والزيتي والنبيتي والزيتي والكافيه، ومقاساتها كبيره. البلوزه دي كانت ب150 جنيه، اللي هي المشعره دي، والوانات هايت، كانت في منها الوانات كتير. ده برورو مفتوح، ده طبق بلاستيك زي ما انتم شايفين كده في 3×10. دي بناطيل، استريتشات، شورتيات، دي ملايات بقى، حاجات بتاعت عرايس. دي برده طبق بلاستيك، يعني كان في حاجات كتير بقى. وانت بقى اهي زي ما انتم شايفين شباشب بلاستيك حسب سعرها. دي بلوزات بردك، كان كل عامل خصومات على البلوزات الشتوي. ده حلو اهوت، الجاكيت ده حلو، الكاروه ده هدي البنات وحلوه، اللبني دي جميل. شايفين ديت المشاة دي بكانت ب120 جنيه، اللي هي المشعرة دي، كان في منها الوانات كتير بقى، البني والرمادي، بس كان شكلها حلو. شايفين المشاة اللي هي المشعرة دي، كان فيها منها الوانات كتير، البني والأحمر والفوشيا. شايفين جمال المشايات، ده البني، البني والنبيتي والموف والأحمر. بصراحة كان عنده تشكيلة حلوة، والراجل ده كل حاجة ولها سعرها. أيه زي ما انتوا شايفين الأحمر بتاعها تحفة. شايفين الدفايات دي تحفة، كانت ب75 جنيه، عاملة زي مفرش السرير. هي الظهر بتاعها عامل زي المهر من ورا كده، وتقيلة وحلوة، كانت ب75. دي بقى حاجات بقى لعب اطفال وحاجات زي كده. دي برضك دفايات، يعني وفي بناطيل جينز، في حاجات كتير بصراحه، والبلوزات اهي زي ما انتم شايفين كده، حاجات مطبخ، يعني في كان في تشكيله كتير، وفي ستاير، دي الستاير ديت برضك. دي بروفلات كانت اللي هو الهاف كود دوت، كانت بقى بكام الدفايات دي؟ بكام الدفايات دي؟ جلابيه ب85، جلابيه ب85، دفايه ب75. اه
زي ما انتوا شايفين كده مستلزمات مطبخ حلويه، وفي حلويات هناك، كان في حلويات وكان في لبس، لبس خروج ولبس بيتي. بصراحه تروح هناك تشتري حاجات كتير وحاجات رخيصه مش حاجات غاليه، اسعارها حلوه وحاجات، في حاجات حلوه هناك، في الشباشب، شباشب حريمي، شباشب رجالي، وده لبس ودفايات وترنجات، ده كله عليه خصومات عشان الشتاء. شباشب رجالي كان اسعارها حلو، والحريمي نفس النظام، حاجات ب45. الشبشب ده كان ب60 جنيه. بقى طاسات وكنك وحاجات زي كده، في البسكوتات والحاجات دي كلها زي نظام الجملة كده بالعلبة، في العلبة ب10، كانت الكب كيك كانت ب10، والجيرسي كانت ب10، واللي في كيكة كانت ب5، وكانت كانت في كيكة ب10، في حاجات ب15، حاجات ب12، والبنبوني كانت في كيس ب7.5، كيس ب12.5. مش كله يعني، كل حاجة وحسب، كل واحد حسب سعرها. زي ما انتوا كنا كده قدامها تشكيلة حلويات كلها، وانت بتختاري، ما دي كلها حاجات جملة، يعني حاجات جملة أرخص من بره بكتير. طب شوفي كده، فين الساليب كام كده؟ بكامل جيرسي، هاتي واحدة كده. طيب فين ايه؟ دي كامل 5 جنيه؟ ما عندكش مكرونة يا صابر؟ 10 جنيه. طب شوف انت عاوز ايه تاني. دي بلوزات زي ما انتم شايفين كده، ده في اول مدخل السوق. دي بقى الشرابات، بس شرابات بصراحة تحفة. انا جبت منها الشراب من جوه، الخامة بتاعته تقيلة قوي، كان ب5 جنيه، مش جاية تمن القماش، وكانت في حاجات ب3 ب10، بس بصراحه كانت خامته حلوه قوي، خامته فرو من جوه كده وبتدفي، يعني ينفع شراب تشيله. ودي ب3 ب10، كانت اي شراب كانت ب3 ب10. الراجل ده قعد في اول السوق، بس يعني كان عنده تشكيله شرابات حلوه وعنده حاجات حلوه قوي. كان الشراب فيه شرابات كانت ب5 جنيه، بس كان حلو وخامته تقيله. لو هتجيبيه من بره اغلى من كده، يعني اغلى، يعني لو ما تجيبيه من بره تقريبا بجيبيه ب15 او ب20 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو شيروا لايك، لو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.